عليك. تفضل تعالى. الله يكرمك يا باش، الله يكرمك. تعالى يا اخويا، تبقى معدي من قدامه وما يشدش تشرب الشاي برضه. ما اقدرش ازعلك ابدا والله، لان جاي يا اخي. تعالى يا راجل، خد تقول عليها. اقعد ريح ظهرك. علي يا عم مش مستاهل. هي احسن حته، احسن قاعده على الارض. اموت في كوبايه الشاي بتاعتك يا اخي، بس حياه ربنا تعملها بنعناع. عايز نعناع؟ نعناع يا عم. الجماعه ما جابوش من السوق النهارده والله. يا راجل كيف ما فيش نعناع؟ اما قاعد كيف في غيط يعني؟ ده انا غيطي كله نعناع يا راجل. طب ما دام ما انت متضايق كده كنت جبت لي انا معاك. علي يا عم ولا متضايق ولا بتاع ولا اجيب لك ولا تجيب لي. كفايه ان انا شفتك بالدنيا على النعمه معرفتك خرا. يا راجل خد عيب عليك، ده انا مضحك معايا. خد يا اخي، ده انت خليتي اخلي يا راجل، ده ضحك يا راجل. يا عم خد عيب عليك، ده انا مضحك معاك. عيب، تعال اقعد بس. تعال. في نعناع ولا ما في؟ شبتهم في الكلام عشان مش فاضي. اقعد بس، فطرت ولا لسه؟ تعال بس اقعد. لا والله لسه ما فطرت، يا دوب اكلت قرص طعميه والله ما شبعني يا اخي. روح يا النبي هات لنا فطار يا اخي. ليلتك مجندل النهارده، ايه اللي عداني من هنا؟